بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده الفيديو التاني اللي هنراجع فيه مع بعض محاضرات دكتور عادل فحار. اول حاجة المحاضرة كانت بتتكلم عن البيزك ديفرنشال امبليفاير. ايه البيزك ديفرنشال امبليفاير ده؟ ده عبارة عن دايرة بدخل لها حاجة وبتطلع لي حاجة. الحاجة اللي بدخلها لها دي بتبقى اشارة بالميلي فولت، حاجة صغيرة جدا، او بالمايكرو كمان، تطلعها لي بالفولت مثلا، ولتكن قراية سنسور مثلا. سنسور بيطلع فولت قليل جدا، هل انا هعرف مثلا اتعامل بيه على طول كده؟ لا، بكبره شوية وبعد كده مثلا ادخله على مايكرو كنترولر او حاجة اتعامل بيها، اتعامل عليها بيه يعني. لازم الحاجة دي تاخد فولت عالي تقدر تقراها. هي لو انا دخلت من السنسور على المايكرو كنترولر على طول، مش المايكرو كنترول هيعتبر ان هو داخل له زيرو على طول، مش هيشوف حاجه. فدي شكل السيركت بتاعته. طبعا في سيركتس اكتر معقده اكتر من كده، بس دي اللي هي ابسط حاجه خالص. ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. الفرق هنا ان بدل المقاومه ديت حطيت كارنت سورس. ما تفرقش ليه؟ لان المقاومه بتقلل التيار، والكرنت سورس بيحدد تيار معين هو اللي يمشي كده، لا بيزيد ولا بيقل. تالت حاجه ده منظره بقى في يعني في البرامج مثلا اللي بنرسم عليها الدوائر وكده، هنلاقي منظره كده. ممكن يكون مختلف شويه بس يعني هو ده برضو موجود. فانا دلوقتي عندي دايره الكترونيك عايز احلها، فبحل حلين. اول حاجه الحل الدي سي والحل الاي سي. طيب الحل الدي سي فايدته ايه؟ انا ممكن اقعد احل الدي سي واجيب كل التيارات وكل الفولتات الدي سي كلها، بس انا اللي انا عايزه من الدي سي هو الاي بيس. بجيبه ازاي؟ باخد كي في ال في اللوب ديت، هجيب الاي بيس. هستفيد بيه في ايه؟ من انا اجيب الاتش اي اي او الار باي. ايه الاتش اي اي او الار باي ديت؟ اللي هي مقاومه بستفيد منها لما احط الموديل بتاع الترانزستور. دي قيمة المقاومة، اسمها اتش اي او ار باي، بحطها فيه زي ما بيبقى فيه كارنت سورس. دي مقاومة بتتحط في الموديل بتاع الترانزستور. بحسبها ازاي؟ هي بتساوي الفي تي على الاي بيس. الفي تي ده بيساوي 25 ملي فولت او 26 ملي فولت، الاتنين واحد، على الاي بيس. طب الاي بيز ده طبعا انا حسبته من الايه، الدي سي سوليوشن، عشان كده انا حليت دي سي سوليوشن. طب لو انا مع هو مديني الاي بيز مثلا، خلاص مش محتاج احل الدي سي اصلا، الا لو هو طلب قال لي بقى احسب التيارات والفولتات الدي سي. تاني حل اي سي سوليوشن. وفي اتنين مودز اوف اوبريشن في الحل ده، لازم اعمل الكومن مود والديفرنس مود. الكومن مود بيبقى الفي اللي داخل هنا، الفي انبوت ده قد الفي انبوت ده، وبالتالي الفي اوتبوت لازم يبقى هو الفي اوتبوت لان الترانزستورين زي بعض. في الديفرنس مود ده ان انا بوصل السورس ما بين الاتنين دول، والاوتبوت يبقى ما بين الاتنين دول. نيجي لاول حاجه اللي هو ايه، الكومن جين مود. الكومن جين مود اول حاجه احنا بنحب هنعمل ايه بعد ما قفلنا كل السورسز الدي سي وسيبنا السورسز الاي سي موجوده، عشان ده حل اي سي. هنعمل ايه بعد كده؟ هناخد كي في ال في اللوب ديت. اول حاجه قبل كده احنا قسمنا الدايره ازاي؟ قسمنا الدايره اهي، قسمها بالنص. طب الار اي اي دي هتروح هنا ولا تروح هنا؟ هقسمها كانها مقاومتين بارلل مع بعض، قيمتهم 2 ار اي اي بارلل مع 2 ار اي اي، واخد هنا 2 ار اي اي مع ده، والتاني النص التاني يبقى معاه 2 ار اي اي بتاعته. هحل نص لوحده ويبقى النص التاني زي النص الاولاني. هاخد كي في ال في اللوب ديت. الفي انبوت الكومن اللي هو ده بيساوي الفولت اللي هنا والفولت اللي هنا. طيب الفولت اللي هنا ده هحسبه ازاي؟ مش هينفع بحسبه بالدايرة دي، لازم احط الموديل بتاع الترانزستور. الموديل اهو، هنا ال HIE اللي انا حسبتها، وهنا الاتنين REE اهيت زي ما هي، والكرنت سورس
وال RC اهيت و V input، هاخد K V L في اللوب ديت، فتبقى V input بتساوي الفولت اللي هنا والفولت اللي هنا. التيار اللي ماشي هنا ايه؟ IB، يبقى HIE في ال IB اهيت، زائد دي 2 REE اهيت في التيار اللي ماشي فيها. التيار اللي بيبقى ماشي في الاميتر مش هو اللي هو هنا، بيبقى بيتا زائد 1 في IB. مثلا لو انا مش عارف هعمل ايه، هاخد KCL في النود، في النود ديت يبقى IB وبيتا IB، يبقى بيتا زائد 1 IB، يبقى التيار اللي ماشي هنا بيتا زائد 1 IB اهو و2 REE. فانا كده عملت KVL في الانبوت لوب. في الاوتبوت انا عندي التيار اللي ماشي هنا، مش ماشي هنا بيتا اي بي، ماشي في المقاومه دي بيتا اي بي، هضربها في الار سي ابقى جبت الفولت، بس ما انساش اشاره سالب. ليه؟ لان التيار في اتجاه الفولت. هقسمهم على بعض هيطلع لي المعادله ديت. طب الاي سي ديت المعادله بتاعتها كبيره قوي، انا عايز ابسطها شويه. هبسطها ازاي؟ اول حاجه الاي بي ديت هتروح مع الاي بي، هتروح مع الاي بي ماشي. طيب ال HIE مقارنة بال REE، ال REE كبيرة جدا، يعني انا ممكن اهمل ديت، فمادام اهملت ديت يبقى الترم ده كله راح. بيتا زائد 1 وبيتا، لو بيتا ب50 هتبقى البيتا زائد 1 ب51 ممكن يروحوا مع بعض، ففي الاخر هيتبقى لي ايه؟ ال RC على ال 2 REE واشارة نيجاتيف. انا كده حسبت ايه؟ ال AC. في الديفرنس مود بقى انا عايز احسب حاجة تانية اسمها ال AD. هكرر الكلام اللي فات ده كله وهتطلع لي المعادله دي. طب وصلت ازاي المعادله اللي هي الاي دي بتساوي الكلام ده؟ اول حاجه انا قسمت الدايره ازاي. الفولتج سورس ده متوصل البوزيتيف بتاعه هنا والنيجاتيف بتاعه هنا. طب انا هفصله ازاي؟ ما ينفعش بقى اقول هنا وهنا، لا هقسمه من النص، بحيث النص اللي هو النيجاتيف يروح هنا والنص البوزيتيف يروح هنا، فيبقى ده يبقى في انبوت على 2، وهنا يبقى في انبوت على 2 برضو. الار سي ديت اهي، الار سي زي ما هي. الار اي اي ما حطيتهاش هنا. طب ما حطيتهاش هنا ليه بقى؟ لو انا عندي تيار هنا 100 مللي ماشي وهنا 100 مللي ماشي، جيت دخلت من هنا 1 مللي، الواحد مللي هيخش مع ال 100 مللي يبقوا 101 مللي، هيمشي كده، هيجي هنا 1 مللي ماشي كده ومية ماشيين كده، فيبقى 99 اللي ماشي هنا، وال1 مللي يطلع من هنا ويرجع تاني، عشان السورس ده لازم اللي طالع منه يرجع له تاني، فبالتالي التيار اللي طالع من السورس بيمشي كده، مفيش حاجة بتكمل هنا. طب مفيش حاجة بتكمل هنا معناها ايه؟ معناها ان مفيش دروب على المقاومة ديت، معناها ان الجراوند واصل هنا، معناها ان النقطة دي جراوند، فبالتالي ما رسمتش المقاومة، خلاص المقاومة مبيمشيش فيها تيار، فبالتالي مفيش دروب، يبقى كأنها مش موجودة وبتساوي جراوند على طول. المهم وصلت لإيه؟ لديت في الآخر. الاي سي أنا يعني هعوض بالقوانين اللي هي دي عادي، بس في حاجة هنقولها في الآخر. الأي بي راح مع الأي بي، راح مع الأي بي. في حاجة تانية، الأر إي إي بتساوي زيرو، فبالتالي الترم ده كله راح، متبقي إيه؟ ماينس بيتا ار سي على اتش اي اي، اجي ماينس بيتا ار سي على اتش اي. طب الاتنين دي جت منين؟ الاتنين دي سببها حاجه واحده بس، هنا الفي انبوت كان هو الفي انبوت كومن، انما هنا الفي انبوت بقى في انبوت على 2، فبالتالي انا قسمت الفي انبوت على 2 يبقى الجين هيقل على 2، فعشان كده حطيت 2. او عشان سبب تاني، ان انا دي نص الدايره، الفولت ده نصه راح لنص الدايره والنص التاني راح لنص الدايره التاني، انما في الحاله الاولانيه كان الفولت كله بيروح لنص الدايره الاولاني والفولت كله هو بيروح لنص الدايره التاني. نيجي بقى لاخر حاجه، الكومن مود ريجكشن ريشيو. دي حاجه بتعبر عن ايه؟ عن جوده الامبليفاير ده. هي بتساوي 20 لوج الاي دي على الاي سي. الاي دي انا جايبه اهو من هنا والاي سي جايبه من هنا، هقسمهم على بعض واعمل لهم لوج واضرب في 20. طب عايز ابسط القانون شويه، 20 لوج حطيت الاي دي اهو في 1 على الاي سي، يعني الاي دي اهو والاي سي حطيته مقلوب هنا، هلاقي الار سي بتروح مع الار سي والنيجاتيف بيروح مع النيجاتيف،
هيتبقى لي بيتا ار اي على الاتش اي اي. فهم قالوا حاجة بقى، الاتش اي اي على بيتا هنسميها اتش اي بي، فتبقى 20 لوج الار اي على الاتش اي بي. ده اللي هو القانون ايه اخر حاجة. في بقى في الاخر خالص هو حل مسألة تعتبر زي المسألة اللي فاتت، بس ايه الفرق؟ ان هو بدل ما حطلي مقاومة حطلي current source. الكرنت سورس انا مش عايز منه غير حاجتين، اول حاجة احسب قيمة التيار اللي ماشي، تاني حاجة اجيب قيمة المقاومة اللي انا احطها مكانه واشيله. نيجي لاول حاجة، انا عايز احسب قيمته، قيمته اللي هي الاي اي اي اللي هو التيار اللي ماشي هنا بيساوي الفي اي اي اللي هو 12 ناقص 7 من 10 على قيمة المقاومة اللي هي 4.7 من 10. دي كانت من ايه، من المحاضرة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت. حسبت قيمة التيار، التيار اللي هنا بيتقسم هنا بالظبط، يعني هو النص هنا والنص هنا، فحسبت التيار اللي هو ايه هنا من انا اقسمه على الاتنين. انا اول حاجة جبت الـ IE ده بتاع الـ Current Source، بعد كده حصلت على التيار اللي هنا، حصلت بقى على التيار اللي هنا، ممكن اجيب التيار والتيار ده والتيار ده واجيب الفولت واجيب حلول الـ DC كلها. عموما بعد ما جبت حلول الـ DC كلها، هو كان طالبها في المسألة، هجيب الـ HIE. الـ HIE اللي هي الـ VT على الـ IB. انا جبت طبعا الاي بي من الدي سي والفي تي ده ب25، حسبت الاتش اي اي. بعد ما حسبت الاتش اي اي بقى عندي ديت، بس ناقصها حاجه. هنا كان في مقاومه ار اي انا مش معايا قيمتها، احسبها ازاي؟ في بقى حاجه بتبقى جيفن لكل ترانزستور اسمها الفي ايرلي، دي مديها لي ب 100 فولت. لو انا ال 100 فولت ديت لو انا قسمتها على التيار اللي ماشي في الترانزستور يديني المقاومة المكافئة للترانزستور ده. فهو هقسم 100 على 2.4 من 10 ملي اللي هو التيار اللي ماشي فيه، ده حسبته من الاي اي اي ديت، حسبت التيار اللي ماشي في الترانزستور، وبعد كده جبت الارنود، جبت المقاومة اللي انا احطها مكان الترانزستور، حطيت المقاومة ديت طلعت ب41.6 كيلو. حطيت المقاومة ديت بالظبط، بقت زي المسألة اللي فاتت، هكملها عادي خالص وحسب الحسابات. في بقى حاجة، القوانين دي ممكن تتحفظ على طول يعني ونعوض بيها على طول، وممكن ما تحفظهاش، ممكن تعمل كي في ال وتحلها عادي، بس الاسهل يعني انت تحفظها ما دام عارف ان هي استخدامها ايه. بس كده، شكرا.